نقاش مباحثات أستانا التي أنهت عملها اليوم. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل. أهلا بكم أستاذ أحمد. مرحبا. دعا البيان الختامي لمباحثات أستانا لالتزام الدول الضامنة بسيادة سوريا واستقلالها واحترام وتطبيق المبادئ والبنود المتفق عليها. كيف يمكن قراءة البيان الختامي للجولة 16 لأستانا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها المدنيون في سوريا؟ ككل الاجتماعات الـ16 السابقة، البيان الختامي يعني لا يتطابق مع الواقع مطلقا. الروس يوقعون على بيانات، والإيرانيون طبعا هم أسياد العالم في هذا الموضوع، كيف توقع على شيء وتقول شيء وتفعل شيء آخر مختلف تماما. يتحدث الإيرانيون والروس عن سيادة سوريا، وهم أكثر من ينتهك سيادة سوريا ويتصرفون في سوريا وكأنها غنيمة غنموها ويمارسون فيها. قال مرة الرئيس الروسي: جربنا 282 سلاح في سوريا. يعني هذا إنسان يحترم السيادة أو يحترم الشعب. البيان الختامي والكلام شيء والواقع شيء مختلف تماما. أستاذ أحمد، ركز البيان الختامي على مصطلح الإرهاب ومحاربة الإرهابيين، لكن لم يأتي ذكر ميليشيا قسد في هذا البيان. كيف يمكن قراءة الموقف من الإرهاب؟ طبعا أنا مرة تكلمت مع ممثل روسيا في الأمم المتحدة وقلت له: لماذا كل الإرهابيين في نظركم هم من طائفة واحدة ومن قومية واحدة، هم العرب السنة فقط؟ فقال: هذا مجلس الأمن الدولي يعتبر داعش والنصرة إرهابيين فقط، ولا يعتبر أحد آخر إرهابي، لا يعتبر حزب الله إرهابي، مع أن حزب الله أكثر من إرهابي، هو إرهابي وأجنبي وغازي لسوريا، لا يعتبر قسد أو الفروع السورية لحزب العمال الكردي التركي لا يعتبرون إرهابيين. ولكن البيان أشار إلى قصد في موضوع آخر، وهو في النفط. قال البيان بأنه عبر عن رفضه لاستخدام جهة ولم يسمها للنفط السوري والتصرف بملك عام ملك السوريين. فإذا هو مهتم بالنفط السوري وبسرقة قصد والتنظيمات الكردية السورية التابعة للPKK، مهتم بسيطرتها على النفط وغير مهتم بقتلها للسوريين ولا باحتلالها لربع سوريا ولا لرفعها الإعلام الأمريكية والفرنسية والبريطانية والروسية، كومة أعلام يرفعها هذه التنظيمات الإجرامية. في هذا السياق، بالحديث عن الموارد النفطية والجهات التي تسيطر عليها، إلى أي مدى تتوقع أن مخرجات أستانا ستغير من معطيات الواقع على الأرض، خاصة في مناطق خفض التصعيد؟ أبدا لن تغير شيئا. كل ما يجري في سوريا هو شريعة غاب. سوريا غابة وفيها وحوش تتصارع، فيها الوحش الروسي وفيها الوحش الإيراني، هدول أوحش وحوش الأرض والأشد دموية والأشد إجراما في سوريا. وعندك الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين والPKK والإسرائيليين، وطبعا البيان أدان القصف الإسرائيلي، وهذه من الأشياء الملفتة للنظر أيضا. فإذا نحن أمام شريعة غاب، وكل ما ذكر في البيان الختامي لا علاقة له بالواقع أبدا. على أرض الواقع هناك غابة، والشعب السوري معتبر غنيمة خاصة بالنسبة للإيرانيين وللروس. أهم ما دخلت به المعارضة لهذه المباحثات وفقا لتصريحاتهم المساعدات الإنسانية، إلى أي مدى تمكنوا من الخروج بشيء إيجابي في هذا الشأن لضمان دخول المساعدات من المعابر للمدنيين الذين هم بحاجة إليها؟ يقال، ونحن لسنا متأكدين من ذلك، يقال بأنه هو
حصل ما يشبه الصفقة أو التفاهم بأنه الرغبة الروسية الأساسية وهي تأكيد فتح الطريق الذي يمتد من العراق إلى الساحل السوري، مقابل أن روسيا توافق في مجلس الأمن على القرار الذي يفتح المعابر في إدلب. سوف ننتظر ما يجري في مجلس الأمن الدولي لنعرف حقيقة هذا الاتفاق، هل هو حقيقي حصل أم لا؟ كان هنالك تصريح للمبعوث الروسي في سوريا ألكسندر لافرنتيف، تحدث فيه على وجوب إشراف النظام على إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. إذا كان هدف روسيا إعادة تدوير الأسد، ما الأوراق المتاحة أمام المعارضة للوقوف على عدم تحقيق ذلك؟ هناك موقف قوي أمريكي وموقف قوي تركي، وهناك موقف أوروبي قوي في مجلس الأمن الدولي لمنع إعطاء النظام هذه الورقة الأخيرة. بمعنى الروس يريدون خنق الشعب السوري كليا، تجويعه حتى الموت، إما تعود إلى تحت حكم المستعار العسكري لآل الأسد وإلا مت جوعا. هذا هو ما يقترحه علينا الروسي، إما الخضوع مرة أخرى، العودة للعبودية إلى النظام الاستعبادي الأسدي مرة أخرى، وإلا سوف تموتون جوعا. ونحن نقول نموت جوعا ولا نعود إلى حكم الأسد. لكن هل المجتمع الدولي يدعم على الأقل رؤية عدم إعادة هذه المعابر لسيطرة النظام بإشراف الحليف الروسي؟ الأمريكان فعلا أخذين موقف قوي في هذا الموضوع، و يفكرون مع الأتراك ومع الأوروبيين بحلول أخرى. يعني إذا لم يستجب الروس لكل الإغراءات التي قدمت لهم، وقدمت لهم إغراءات لكي لا يستخدموا حق الفيتو أمام دخول الطعام للسوريين المحاصرين، 4 ملايين سوري محاصر في شمال غرب سوريا، هناك احتمالات أخرى أنه الأمريكان والأتراك والأوروبيين يشوفوا طرق أخرى لإدخال هذه المساعدات دون المرور على النظام، دون إعطاء النظام هذه الورقة بحقه بأن يخنق السوريين وأن يجوعهم حتى الموت. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية. شكرا لك.